الرد الجميل، كان رمضان كريم قوي علينا السنة دي. مش جديد عن النادي الاهلي ان هو بيحتضن الناس كلها. تكريم الانسان في حياته احسن من تكريمه في مماته. كنت بستنظر المكالمة وجات المكالمة. النادي الاهلي يعني حاجة جميلة بتفتح النفس لعمره. هو دي مش حاجة جديدة على النادي الاهلي. دايما رافعين شعار احترام التاريخ واصحاب التاريخ. احسن حاجه اتعملت لينا العواجيز. وبشكر اصلا النادي الاهلي على هذا البرنامج. دايما النادي الاهلي بيتنا الكبير. احنا كلنا بندي رساله لكل الرياضيين، المفروض ازاي نتالف وازاي نتكون قريبين من بعض لصالح الرياضه المصريه بشكل عام. نشكركم جدا على حضوركم وكل سنه وانتم طيبين. الاساطير في حلقه رد الجميل قريبا على قناه الاهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.